بدك تنطري الموضوع السعودي. سعودي شو ناطر؟ شو ناطر؟ سعودي ناطر الموضوع اليمني. ومثل ما شفتي هلا، مشان هيك انا قلت لك انه تاخرت قصه لودريان، مأخر على اخر إليه. تشرين. طيب اذا لما بتشوفي انت هجوم حوثي، صحيح شفتي زياره حوثيه على السعوديه، مفاوضات مباشره كانت مؤشر ايجابي، بس يبدو لهلا السعودي اللي عم يختبر الايراني باليمن مبين بالنسبه له انه الايراني بده يعطيه بالشكل مش بالمضمون، والسعودي بده المضمون. ربما الايراني عم بيراهن على الوقت والتعب السعودي، بس لكن السعودي هالمره غير السعودي ايام زمان. طيب لحظه مهمه كثير، السعودي قد يكون الايراني معتبر انه لا السعودي ما تغير وبالتالي قادر ياخذ منه على ما على مدى الزمني. لكن بالمقابل شفتي انت غير هذا الاجتماع في هجوم حوثي داخل الاراضي السعوديه على القوات البحرينية اللي مات قتل منها اثنين، ما بعرف شرح منها إصابات، وكانت لافتة للمرة الأولى من فترة طويلة. وهلأ في تطورات عسكرية داخل اليمن، وبالتالي هودي إشارات سلبية. ما يعني أنه السعودي اللي مهتم بخلاف التقديرات كلها مهتم بلبنان وسوريا، هيدي المسائل بتعكس أنه هلأ مش رح يفوت. ليه؟ لأنه بيعتبر الساحتين اللبنانية والسورية مهتمين فيهم اثنين، انا بدي فوت لانقذ فيهم اثنين كمان، يلي هن الامريكي طيب. ويلي هن الايراني. ما فيني ارجع على لبنان؟ اوكي هو بلبنان عم نحكي عن موضوع لبنان. فهماني، بس انا بس بدي ارجع على لبنان. كل الكلام السابق بانه الملف اللبناني اليوم منفصل عن اليمن، انه اليوم نعم. الاستحقاق الرئاسي بلبنان اذا صار هلا ولا صار بعد شهر ولا شهرين، هيدا ما له ارتباط. كان كل الكلام السابق هيك، ما له ارتباط بالمقايضه. بس ما بيعني انه السعودي عم بيقول بدي اختبر، تعطيني هون لا قادر فوت لهونيك. ما بالاخر كمان الواقع اللبناني يهم ايران، لانه بالاخر الانهيار انت اللي عندك فيه، في بيئه لحزب الله عم تنضرب عم تدفع، وكل الاطراف في لبنان محشورين بما فيهم لحزب الله. تماما. عند الشيعة صار في عندك طبقه اقتصادية، طبقة مالية، هيدي ما فيها تعاني كمان من انهيار أو من استكمال الانهيار، وهيدي بتعاتب حزب الله. بدل ما تشكل ساعتها ورقة قوة بإيده بتصير تشكل ورقة ضعف بإيده. يعني إنه هاي الطبقة يلي بالآخر عم تستثمر بلبنان لأنه ما قادرة تفوت مصريتها لا على سيستم بنكير الدولي ولا على الواقع اللبناني، عم تستثمر على المستوى الداخلي اللبناني. بس استمرار لبنان بواقع المنهار، وقلنا قبل شوي انه وسيم منصوري هلا عامل كل اللي عمله ممتاز، بس بيقول لك ما في انا غير ما تنتخبي رئيس جمهوريه واصلاحات اقتصاديه. تمام. اذا ما حصلوا هودي هذا يؤثر سلبا على هذه الطبقه الشيعيه الماليه يلي ظهرت، وبالتالي بتشكل ضغط انه انا كنت هذه كانت تعطيني ورقه ايجابيه لالي. متى بيروح الحزب الله على التسويق؟ انقاذ طبعا مع مين؟ مع السعودي وايضا الامريكي يلي هو مهتم بالسابق من سنتين برا من الامريكي انه خلصونا الوضع بلبنان لانه انا ما بقدر اعطي مصاري للجيش، شوفوا كيف كنت اعطوا. السعودي رفض ما اعطى. ليش؟ كان عنده خصومي مع الجيش؟ لا، بس كان عم بيقول عم بكبه بوجه الامريكي انه بدك تساعدني بالخليج لا انا اهتم لك بالموضوع المالي. ويومتها راحت على قطر، يعني السعودي ما كان معترض حاطط فيتو، بس بالوقت ذاته هو عم بيقول انا ما رح فوت. القطري اللي فات هو كبديل بالموضوع اللبناني. فاذا السعودي لما ما عم بيفوت عم بكبه بوجه الامريكي ضغط عليه، وبالوقت ذاته بوجه الايراني انت ما بدي اوكي انضرب بسوريا وبلبنان، رغم انه عطى اشارات السعودي انه انا الساحه اللبنانيه تحديدا بتهمني. اخر هذه الاشارات الاحتفال المعبر المفعم بالرسائل هوني، وايضا اهتمامه بموضوع المفتين والموضوع الروحي او الديني او رجال الدين. حتى وزير السياحه السعودي كان له موقف ملفت بخصوص لبنان. فاذا انا مهتم عم بيقول، بس لكن هلا مش رح فوت، بدي اخلص مسائل ثانيه عندي. طيب المبادره القطريه او المسعى القطري بدي احكي شوي عنه. اليوم وين وصل هذا المسعى القطري؟ الموفد القطري اللي عمل عده زيارات ولكن مش على كل القوى السياسيه، على اربعه بعتقد بس. شو صحه الكلام عن استكشف. خلينا نحكي عن هذا يعني الموضوع مبادرة. خصوصا بانه هل عرض اسماء فعلا؟ لانه نحن بنعرف انه القطري باساسه صار في حكي باسماء اكيد. بس برجع بقول لك هودي الاسماء
هني من ضمن استكشاف ولا من اسم مبادرة؟ لا واضح انه من ضمن استكشاف او تمهيد او استطلاع او شو بدك. تمهيد لشو؟ ما لقى للوقت، ما لقى للوقت، لانه كان الفرنسي كان بالارباك اللي كان صار عنده قبل ما يحسم هلا، والقطري فايت تحت يلي بفوت تحت عبئة السعودي، وهذا خبريات انه ممكن يختلف، مش مزبوط، ما بيتحرك بلبنان غير بالتفاهم مع السعودي، مع السعودي هيدي محسومة. نعم. بس كان يدرك بالوقت ذاته انه السعودي ما فات، ولذلك حركته في لبنان كانت حركة استكشاف استطلاع اخذ عطاء شو ببين معه جديد شو كذا، بس مش لتروح على مبادرة يعني مسارة وفي إلى نهاية. لا بس القطري بن أساس ضمن اللجنة الخماسية كان أول من طرح قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. اليوم جاجع الوزير القطري قريبا الوزير محمد الخليفي على أساس أنه هلأ أكيد. مش كان أكيد. في كلام أنه هو يمهد لزيارته. عودة الخليفي إلى لبنان. نعم. برأيي أنا بتأشر لأنه أنتجنا خلص الديل او على 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 ختام، وبالتالي هذا له علاقه، يعني ما معقول يجي قبل لودريان وما بيكون خالص، ما بيحمل الخليفي يجي على لبنان وما يكون خالص، غيروا رايهم ويحمل حاله ويفل كما فل هلا المسؤول الامني، على مستوى مسؤول امني بتركب. نعم. ولو انه هذا المسؤول الامني اشتغل بالملف اللبناني، بس على مستوى الخليفي وزير الدوله للشؤون الخارجيه انا بشك. طيب. ما بعرف ماذا عن طرح قطر لقائد الجيش جوزيف عون وامكانيه انسحاب سليمان فرنجيه؟ انسحاب سليمان فرنجي برأيي ما واردة، ما واقعية غير بحالة واحدة، لما يتم الديل على المستوى الإقليمي.